أحبي الترجي الرياضي التونسي، عسلامة ومرحبا بكم في خبر الجمعية، موعدنا اليومي ترجي نيوز. نشرتنا نبداوها الليلة مع فريق كرة قدم، عقد اليوم مدرب رود كرول ندوة صحفية في الحديقة بي وتحدث فيها على المباراة القادمة. ترجي الرياضي التونسي يستقبل نال أحد في رادس الأولمبي البيجي لحساب دور 16 من الكأس. Two favorite allies, full and loaded. We got snacks and nous fait un match dimanche gagné. Deux jours de repos et la récupération c'était bien. Nous fait bien entraînement hier. Nous prépare bien notre équipe pour le coupe. Bien sûr, un coupe c'est toujours spécial. Pourquoi tu besoin de gagner le match? Tu peux pas faire un pari, c'est impossible. So, nous prépare bien notre joueur pour passer ce tour, même si c'est difficile contre Belge. Mais nous avons besoin de voir cette occasion pour passer. Just a mirror for the sun. نقعدوا مع الفوت ومع آخر استعدادات الفريق المباراة القادمة. بعد ندوة صحفية قام مدرب كرول بحس التمارين وضع فيها آخر لمسات قبل الملاقات البيجية، الفريق اللي تعادلنا معه مرتين الموسم هذا وما سجلنا له حتى هدف. عنده اهميه كبيره مادام معناتها الاسبيرونس موجوده في الكومبيتيسيون هذيا، مادام معناتها الكل باش ياخذوها معناتها باهميه كبيره، خاطر ماك تعرف الاسبيرونس تلعب على الوجهات الكل، وهي معناتها الكيبا اللي ديما تكون فافوري باش تفوز بشيء هذا معناتها بالبطوله هذه ولا باللقب هذا. باش نلعبوا معناتها حظوظنا لاخر لحظه، باش نلعبوا معناتها لاخر مباراه في الكوب ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا حاضرين، نكونوا مركزين، وكما قلت لك مادام الاسبيرونس موجوده في الكومبيتيسيون هذايا، مادام راهي الولد الكل ماخذتها معناتها باكثر جديه ان شاء الله. باجا تلعب بلوك ديفونسيف تالي برشا، ان شاء الله في الكوب نعرفوا كيفاش نحطوا كرة في الفيلي، وان شاء الله نترشحوا ان شاء الله. On sait bien que BJ c'est une équipe de coupe, et après on les a joués deux fois en championnat, on a fait deux matchs nuls. Et on sait que la coupe aussi c'est des matchs particuliers, c'est des matchs au... C'est des matchs aux sensations particulières. On sait très bien que la coupe, il n'y a pas de favori, même le plus faible, même le dernier peut éliminer le premier. La preuve en est qu'en France, Guingamp, ils sont en finale. Mais bon, on est préparé à ça, on est préparé à aller à 120 minutes, mais je pense qu'on a aussi de la chance par le tirage de jouer chez nous. Là, on est chez nous, on est devant notre public. Donc, c'est à nous devant les... C'est à nous de les montrer dès les premières minutes qu'on est chez nous et qu'on a très envie d'aller très loin dans cette compétition. قبل مباراة فوت نهار الأحد، فريق كرة الطايرة باش يجري مباراة ذهاب نهائي البطولة نهار السبت في سوسة ضد النجم. اليوم أبناء فويت كموم قاموا آخر حصة تمارين في قاعة الزواوي، ثم تحولوا مباشرة لسوسة ويمشي عديو ليلة قبل مباراة غدوة. بعد انتصاره البارح في قاعة قليبي على الأولمبي القليبي في إطار الدور نصف النهائي للكأس، رجع الترجي اليوم للتمارين لاستئناف التحضيرات للقاء ذهاب نهائي البطولة اللي باش يجمعوا نهار السبت بالنجم الساحلي في قاعة سوسة. النجم الساحلي لعبنا له سنة ثلاثة مباريات، فاز علينا في مباراة، فزنا عليه في زوز مباريات، سبيسيالمون في دور نهائي في دور نصف النهائي في دور النهائي اللي كان منظمها. نعرفوا فريق النجم الساحلي اللي
رجع في الكورس فاز على نابيس فيرسي بعد انتصاره البارح في قاعه قليبي على الاولمبي القليبي في اطار الدور نصف النهائي للكاس. رجع الترجي اليوم للتمارين لاستئناف التحضيرات للقاء ذهاب نهائي البطوله اللي باش يجمعوا نهار السبت بالنجم الساحلي في قاعه سوسه. نجم الساحلي لعبنا له سنة ثلاثة مباريات، فاز علينا في مباراة، فزنا عليه في زوز مباريات سبيسيالمون في دور نهائي في دور نصف نهائي بطولة أفريقية اللي كان منظمها. نعرفوا فريق النجم الساحلي اللي رجع في الكورسة فاز على نادي سفيقسي وتوا يلفو هكا يحب يرجع الاعتبار الفريق نتاعه ويحب يعطي كل ما عنده في بطولة نهائي البطولة. دونك احنا لازمنا ناخذوا ذا معناها الشيء ذا ناخذوه اون كونسيديراسيون على خاطر عنده فريق ممتاز قادر انه يرجع في تو مومون. احنا لازمنا نكونوا مركزين 100% نحاولوا نلعبوا لعبنا نحاولوا نصدون فون خاطر باش نلعبوا غادي في سوسة. دونك يلفو اتر كونسونتري من الاول للاخر ما غير لاشمون احنا دور نهائي وهذا سورتو تتويج كان باش يكون تتويج الموسم كامل تعب نتاع عام كامل وسي تريز امبورتون بالنسبه لنا احنا اللي نفوزوا بالبطوله السنه لان عندنا تتر 50 توا ما فزناش بها. دونك نحاولوا نعطيو كل ما عندنا وان شاء الله ربي يجيبنا في الصواب. They say it's the white man I severe, but it's my own kind doing all the killing here. I can't lie, ain't no love for the other side. Jealousy inside. اللقاء كما قلت باش يكون صعيب برشا سورتو على دوز ايكيب مش كان علينا احنا ولا عليهم هما برك. الفينال بصراحه معناتها يتربح ما يتلعبش دي اول حاجه. ثاني حاجه اللي باش يكون كونسونتري اكثر واللي باش يتحكم في اعصابه اكثر هو اللي معناها عنده لافونتاج انه باش يفوز بالبطوله. والحمد لله يا ربي معناها مستنسين احنا بالفينال. عندنا جوارات اكسبيريمونتي معناها لعبة فينالات ونعرفش معناها قيمة فينال وأنك تلعب خاصة على بطولة. احنا حاضرين لعبنا معاهم السنة ونعرفوهم مليح وهم يعرفونا بالقداء. اللي باش يتشبث أكثر معناتها بالنتيجة واللي يحب يبرهن على المستوى اللي هو وصل له نتوقع باش يكون هو معناتها الفائز يا في الكاس يا في الدوري ولا في الاثنين. احنا حاضرين على كل المستويات وخاصة اللاعبين معناتها عندهم عزيمة وعندهم رغبة كبيرة انهم يفوزوا ان شاء الله. قبل ما ننهي اخبارنا ذكركم انه فريق كرة اليد باش يجري غدوة مباراة دور ربع نهائي من الكأس ضد جمعية الحمامات في الحمامات. بالنسبة لتذاكر مباراة الفوت بين ترجي اولمبي البيجي بدا البيع اليوم العشرة متاع الصباح في البارك والاسوام 5 دينارات بالنسبة للفيراج والبلوس 10,000 انسانت انفيريور و20 دينار تريبون سنترال. اذا شارة مربوحة في جميع المقابلات بين سبت والحد هوند فوت وفولي. انا ما بقى لي كامش يقول لكم تصبحوا على خير نتقابلوا نهار اثنين نفس التوقيت نفس المكان. بو ويكاند تحية الترجي.